السلام عليكم. في حلقة اليوم باش نحكيوا على أبرز أو من أبرز ثلاثة لاعبين الدوليين. قلت من أبرز وما قلتش الأفضل، لأنه ثم اللي راهم هما الأفضل وثم اللي راه شكون أفضل منهم في المنتخب، لكن كجماهير للمنتخب بكلنا نتفقوا أنه ثلاثي حنباع المجبري إلياس العشوري وحمزة رفيعة هما الفترة الحالية هما الأبرز، من غير ما ننساو عيسى العيدوني، الياس السخيري ومنتصر الطالبي. فيما يخص الياس السخيري من نوعية متاع الملاعبية اللي ما عندك ما تحكي عليه، ملاعب استابل في مستواه، ركيزة من ركائز فريق انترخت فرانكفورت في الدوري الألماني. لو باش نمثلوه باش نمثلوه بك الموظف اللي 8-0-0 يشد الخدمة متاعه، ولا 4-0-0 يخرج على روحه، ما عندوش لفصعات ولا هم يحزنون، ما تنجم كان تقوله صحة فلان وتمشي على روحك كيف كيف، من نوعية متاع الملاعبية اللي ما يعملش الشو إلا الإعلامي. وهنا ميساج العمار الجمل اللي حكيه وقت على حنباع وقال بالله حنباع ما قدم ولا تمريرة حاسمة في المنتخب التونسي وما سجل ولا هدف، الدليل قدامنا الياس السخيري مع فريق فرانكفورت الموسم الحالي في الدوري الألماني ما سجل ولا هدف وما قدم ولا تمريرة حاسمة تقريبا إلى حدود الجولة الخامسة السادسة من الدوري الألماني، ومع هذا ركيزة من ركائز الفريق ويخلق في توازن في وسط الميدان. يعني مش معناها ما قدمش اللاعب تمريرة حاسمة ولا ما سجلش هدف يعني مستواه دون المتوسط، ولا مش قاعد أصلا يقدم في مستواه. خلينا نبدأ بحنباع المجبري، زوز أخبار ما تنجم كانت فرحنا. الأخبار الأول أنه حنباع متواجد في التشكيلة المثالية للاعبين الفرقة اللي ينشطوا في أوروبا، وهذا دليل أنه مقابلة بيرلي حنباع المجبري قدم فيها مقابلة ممتازة، بدليل أنه تحصل على معدل 7.2 على حسب موقع سوفا سكورا العالمي. الأخبار الثاني جينا من صحيفة مانشستر إيفينينغ نيوز، الصحيفة المقربة من إدارة مانشستر يونايتد والملمة بأخبار المانيو. الصحيفة تقول في عقد حنباع ثم بوندا يخول الإدارة مانشستر يونايتد إنها تمدد في عقد حنباع المجبري موسم إضافي إلى حدود 2024. نعرف عقد حنباع ينتهي 2024، يعني نهاية الموسم الحالي كيف كيف الصحيفة تقول. إدارة مانشستر يونايتد حاليا قاعدة تحضر في عقد دقيق باللاعب، ويأكد أنه حنباع ضمن مشروع مانشستر يونايتد المستقبل وضمن كيف كيف مشروع المدرب الهولندي إيريك تنهاك. بطبيعة كان مشيت معاه النتائج وقعد في الفريق. مانشستر يونايتد غدوة مع الثمانية متاع العشية بتوقيت تونس عنده مقابلة في اللورد ترافورد ضد كريستال بالاس لحساب الدور 16 من كأس انجلترا. بعد 4 أيام نهار السبت عنده مقابلة مع نفس المنافس مع ماضي 3 بتوقيت تونس، لكن في الدوري الانجليزي لحساب الجولة 7. حاليا نعرفه مانشستر يونايتد متواجد في المرتبة 9 بـ9 نقاط على بعد نقطة فقط من كريستال بالاس اللي باش يواجهه، المتواجد في المرتبة 10 بـ8 نقاط. بعد 3 أيام من مباراة كريستال بالاس في الدوري الانجليزي باش يواجه غالاتاساراي لحساب دوري مجموعات رابطة الأبطال الأوروبية. 3 مقابلات في الجمعة أكيد حنباع باش ياخذ نصيب من الوقت، خاصة بعد ما اكتسب ثقة المدرب إيريك تنهاك. أكيد حنباع مش باش يكون في 3 مقابلات أساسي على خاطر لعب في المقابلة الفارتة، لكن أكيد باش ياخذ نصيب من الوقت، ممكن في 3 مقابلات ينزل في الشوط الثاني، ممكن يلعب مقابلة كأساسي وزوز مقابلات يكون مقابلة كاملة على دكة الاحتياط، ممكن أساسي في زوز مقابلات ينزل في الشوط الثاني. لكن اللي متأكد منه بحول الله حنباع باش ياخذ نصيب من الوقت في 3 مقابلات، واللي متأكد منه كيف كيف أنه حنباع ماهوش باش يكون أساسي في مباراة غالاتاساراي المهمة لمانشستر يونايتد، وخاصة بعد الهزيمة ضد بايرن ميونخ، وخاصة بعد قدوم أمرابط المغربي. أنه حاليا ثم 8 ملاعبية في وسط الميدان على حسب صحيفة مانشستر إيفينينغ نيوز، 3 أيام التالي أو 4 أيام صنفوا حنباع على أساس أنه في المرتبة 7 من أصل 8 ملاعبية. نحكيه على أمرابط المغربي، نحكيه على كاسيميرو، نحكيه على إيريكسون، نحكيه على فرنانديز، نحكيه على مكتوميني، نحكيه على حنباع المجبري، ونحكيه على فان دي بيك. صحيفة مانشستر إيفينينغ نيوز صنفت حنباع على أساس في المرتبة قبل الأخيرة قبل فان دي بيك، لكن بعد المقابلة الأخيرة اللي كان فيها إيريك اللي كان فيها حنباع المجبري في التشكيلة الأساسية واللي كان فيها كيف كيف
ستوك مكتوميني في التشكيلة الأساسية، وحنا بعل كان هارب بيها هروب يعني أكيد بحول الله. حنا بعل باش يتقدم على ستوك وباش يتقدم كيف كيف على فان دي بيك، يعني يصبح في المرتبة السادسة أمامه خمسة ملاعبية فقط. إيريكسون قاعد يمر فترة فراغ، ممكن حنا بعل يستغل الفرصة هذه وياخو فرصته مكان إيريكسون. لذا من بين خمسة ملاعبية أكيد حنا بعل بشيخ ونصيب من الوقت في ثلاثة مقابلات اللي حكينا عليها. ممكن في مباراة الكأس ضد كريستال بالاس حنا بعل ما يكونش في التشكيلة الأساسية لأنه لعب في المقابلة الفارطة، وممكن إيريك تنهاج باش يجرب المغربي أمرابط. يرتح التشكيلة الأساسية المباراة غلاتاساراي نلقاو حنا بعل في الدوري ضد كما قلنا كريستال بالاس، يعني حنا بعل يكون احتياطي في مسابقة الكأس أساسي ضد كريستال بالاس في البريمير ليج، واحتياطي في مباراة التشامبيونز ليج ضد غلاتاساراي. لكن بحول الله مباراة الكأس ومباراة غلاتاساراي أكيد حنا بعل باش ينزل في الشوط الثاني. نجيو حاليا الحمزة رفيع. حمزة رفيع مر فترة فراغ وفترة صعيبة على الأخر، والحمد لله تجاوزها. قدم مقابلات ممتازة في تحضيراته ليتشي. المستوى اللي خوله باش يكون في التشكيلة الأساسية في كل مقابلات ليتشي في الكالشو. سجل هدف غاية في الروعة، أكيد هدف قادر باش يكون من بين الأفضل الموسم الحالي. لكن من بعد الهدف اللي سجله لا تمريرة حاسمة ولا هدف سجله، ممكن في بعض المقابلات مستوى حمزة رفيعة انزل شوية. لكن من سوء حظ حمزة رفيعة انه على سبيل المثال في المقابلة الأخيرة ضد جنوة ليتشي 0-0، حمزة رفيعة أساسي، رفيعة يخرج يهبط مكانه أودين هو اللي سجل هدف. مقابلة أخرى قبلها ضد فيرونتينا هدفين 0 فيرونتينا، حمزة رفيعة يسجل الهدف الأول، حمزة يخرج من هنا ويهبط أو ينزل مكانه اللاعب باندا اللاعب باندا ينزل مكان حمزة رفيعة كيف كيف، هو اللي سجل هدف ليتشي. هذا الكل ما يهمش، لكن حمزة رفيعة يزمو يعرف انه ليتشي حاليا متواجد في المرتبة الثالثة، بداية موسم خارقة للعادة، يعني المأمورية باش تصعب على الاخر على حمزة رفيعة، ويزمو يخدم برشا ويزمو يقدم اضافة ويزمو يستغل الفرص اللي قاعد ياخو فيها وقت اللي متواجد في التشكيلة الاساسية. والفرص يا حمزة باش تاخوها، يا اما تسجل اهداف يا اما تقدم تمريرات حاسمة، ما ثماش هذوما الزوز. يزم تكون ملاعبي مقدم مستوى كبير، ملاعبي جارح، ملاعبي تفك، ملاعبي تقدم في تمريرات صحيحة باش تظهر في الصورة كيف ما يلزم. ملخص الحديث، لو كان نحب نعرفه حمزة رفيعة يا اما مدرب الفريق مقتنع به ولا المقابلة القادمة باش تكون ضد يوفي في يوفي. يعني لو كان حمزة رفيعة نلقاوه في التشكيلة الأساسية، يعني الى حد الان راه المدرب مقتنع به. لو حمزة نلقاوه احتياطي على دكة الاحتياط، يعني ممكن المدرب يعطيه فيرتيسمو باش يراجع حساباته. ممكن المدرب في مستوى حمزة انزل وما عادش عنده مكان في التشكيلة الأساسية، لكن نحبوا نعرفوا مستوى حمزة رفيعة مقنع ولا بالنسبة للمدرب المقابلة القادمة ضد يوفي. نختموا بالياس العشوري. الياس العشوري فترة الحالية يمكن اللي غطى على الإبداع متاعه حنا بعل، لأنه حاليا ما ثماش لاعب في المنتخب ومع فريقه بارز أكثر من اللي بارز الياس العشوري. نحكيه على لاعب إلى حد الآن في الدوري الدنماركي مسجل هدف ومقدم خمسة تمريرات حاسمة كأكثر ممرر للتمريرات الحاسمة في الدوري الدنماركي بخمسة نقاط، بعد لاعب آخر بأربعة نقاط. حمزة رفيعة من بين جميع المسابقات إلى حد الآن مسجل هدف ومقدم سبعة تمريرات حاسمة، مستوى إلى حد الآن أكثر من رائع. بعض من التعليقات يقول الياس العشوري قاعد يضيع برشا في الكرة، كي نتفرجوا فيه يضيع برشا كرة. صحيح قاعد يضيع في الكرة، لكن قاعد يدارك. تشوف التمريرات اللي يضيع فيها على حسب الإحصائيات متاع سوفا سكور تلقاها تنقص من مقابلة المقابلة. المقابلات الأولى مع كوبنهاجن كان يضيع في 33 و35 وممكن حتى 40 كرة، بدأت تنزل لل 20 لل 18 لل 22، هذا ما ينجم كان يكون إيجابي. نقطة أخرى، والله أنا أعطيني ملاعب يضيع مش 30 و40 كرة، أعطيني ملاعب يضيع 60
ألف كرة يضيعها ويقدم لي في كل مقابلة تمريرة وزوزة حاسمين، وفي كل مقابلة يسجل لي هدف حاسم. ما عادش تهمني ما عادش تهمني الكرات اللي قاعدة يضيع فيها. ممكن نقطة وحيدة يلزموا إلياس العاشور يركز معاها، وقت اللي تشد الكرة أكثر من لازم راك تكون معرض للإصابات، يلزم الياس العاشوري يركز مع النقطة هذه بالذات. إن شاء الله ربي يحميه وربي بعد عليها الإصابات. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقة البياري متبقى كمش يقولكم حظ موفق اللاعبين الدوليين، حظ موفق للمنتخب التونسي. تحية تونس، عيش تونس، كلنا تونس وسلام.